نروح للأحلام. كان واحنا بنتكلم من كام شهر مع حضرتك وانت في أمستردام، قلت لي لو انا ما كنتش غلطان ان انا عايز ابقى المسؤول الكبير او ابقى مسؤول يعني على اعلى سلم الوظيفي او الترقي في المجال بتاعي. ارجوك قول لنا بتسعى على الحلم ده ازاي؟ هو الفكرة فكرة ان واحد دايما يكون في حالة تطور مستمر، يعني واحد دايما ما يقفش عند مرحلة معينة. يعني انا دايما مهما وصل بيا الحال من انا الحمد لله حاسس ان بقيت متمكن من حاجة معينة، على الاقل ان انا اشتغل على نفسي اكتر. يعني مش بس يعني ما اكتفيتش انك تكون مدير برمجيات في امازون، هو أنا لا ده انت بتقول دي بدايه الطريق مش نهايه الطريق. انا مش مدير، انا مهندس برمجيات مش مدير من بيت. لكن انا بتكلم عموما بشكل عام، دايما الواحد ما يقفش عند حد معين. يعني انا دايما ببص على الخطوه اللي جايه. انا النهارده مهندس برمجيات في شركه امازون، بكره ممكن مهندس في شركه ثانيه، او ممكن اكون مهندس اكبر او في نفس الشركه او في شركه غيرها او اعمل شركه ثانيه. الفكره دايما ان انت دايما وانت في الستيب اللي انت فيها دلوقتي، بص على الستيب اللي بعديها، تحاول تحضر لها. اكيد. عشان دايما تحس ان انت حياتك ليها معنى. اكيد. حياتك دايما فيها حركه مش مثبته. صح. انت راجل عظيم واكيد حقيقي يعني.